السلام عليكم أينما كنتم، معكم في بث مباشر جديد من محافظة المنوفية. ضفت النهاردة الحاجة أم محمد. الحاجة أم محمد حلمت حلم، كانت حابة أنها تفسره. حاولت أنها تتواصل معنا عشان نفسر الحلم دوت ونسأل فيه سواء كان شيخ أو السيس. بصراحة أنا لما سمعت تفاصيل الحلم قلت لها لا استني، يعني لا احنا مش هنتصل بحد، أنا هجيلك وأسمع ايه اللي حصل معاكي بالظبط منك انت شخصيا. تعالوا يلا اسمعوا معايا ونعرف ايه اللي حصل مع الحاجة أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عرفينا بنفسك. انا الحاجه ساميه سالم الشهيره بام محمد. احكي لنا بقى ايه اللي حصل معاكي. اللي حصل معايا ان انا لحظه واحده. انا كنت تعبانه، حسيت بإرهاق جامد وشديد، وقالوا لي لازم تتوجهي لدكتور القلب. توجهت فعلا لمركز قلب وعمل لي تحاليل وأشعات إيكو ورسم قلب والمطلوب كله، فطلع إن عندي انسداد في الشريان التاجي، والدكتور قرر إن هو لازم يعمل لي تسليك، وأثناء التسليك هيعمل لي الدعامات اللازمة ليا. فقلت له حاضر، اداني علاج شوية حوالي 10 ايام اخدته وما استريحتش، فرحت له فقال لي كده خلاص لازم العملية، وفعلا اداني جواب العملية اتوجه للجامعة على اساس ان انا احجز معاد ويعمل لي العملية. بعد كام يوم قالوا لي لا طب نشوف دكتور تاني، طب ما يعني علشان ما يبقاش فيه جراحة في القلب ولا حاجة نطمن. ففعلا رحت للدكتور تاني فقال لي لازم اعمل لك اكرر لك الاشعاعات ورسم القلب والحاجات دي، فعمل لي فعلا اشعه ايكو تاني وعمل لي رسم قلب، وقال لي انت ما عندكيش حاجه خالص. قلت له ازاي يا دكتور؟ كنت طبعا واخده معايا التحاليل اللي انا عملتها والاشعاعات والروشتات والحاجات دي كلها شافها، قال لي صدقيني انت ما عندكيش حاجه خالص في القلب. فقلت له ازاي يعني بعد ده كله؟ ده انا كنت تعبانه وبنهج ومش بقدر اطلع السلم ومفيش اي مجهود خالص. وقال لي والله ما عندك حاجه خالص. وراح اعمل لي طبعا الاشعات كلها بينت وان فعلا مفيش اي حاجه خالص. فمحدش طبعا كان عارف السر في كده ايه، يعني انا كان عندي يقين بالله ان شاء الله ربنا هيشفيني. ففي أثناء فترة العشر أيام اللي أنا أخدت فيهم العلاج شفت رؤية جميلة قوي. شفت إن أنا راكبة طيارة، بس مش طيارة عادية، طيارة كبيرة جدا والجدار بتاعها كله إزاز، وفجأة والطيارة في السماء حصل زي ذبذبات شديدة جدا والطيارة اتحركت ونور فظيع فيها. فجأة بصيت لقيت ستنا مريم وسيدنا عيسى. طبعا هتقولولي انت شعرفك ان هما، انا لقيتهم على جدار الازاز وسنهم الكبير، ففضلت اهلل واقول اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي، ده سيدنا عيسى ده ستنا مريم. الهاتف قال لي ايوه. وهما دايما بيظهروا لما الطيارة بتيجي في الجزء ده من السماء بيحصل الذبذبات دي وهم بيظهروا. طبعا قمت من النوم فرحانه جدا 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 لاني انا شفتهم. طبعا الوجه طبعا لازم بيبقى مطلع نور جامد قوي، لكن انا قمت فرحانه وقمت مبسوطه قوي. فقلت انا ازاي بعد انا التحاليل ديت والاشعاعات وخلاص انا داخله عمليات، فجاه الدكتور الثاني يقول لي لا ده انت ما فيش اي حاجه من الكلام اللي انت قلتيه دوت خالص. وفعلا انا تعافيت الحمد لله بفضل ربنا، وانا حسيت ان دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى، يعني دي رساله ربنا بعتها لي او الحلم او المنام ده او الرؤيه ان انا شفتهم. وعلى فكره انا مش كنت اول مره
اشوف ستنا مريم وسيدنا. انا شفتهم مره في رمضان من كام سنه، بس كانوا وهم صغيرين، يعني هي كانت شايله سيدنا عيسى على ايدها، وبرضو الهاتف قال لي ان دي ستنا مريم وكنت في رمضان. فالحمد لله رب العالمين. انا كنت متعشمه ان ربنا هيشفيني. بعد الرؤيه دي حسيت ان هي رساله من ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء، وفعلا الحمد لله ربنا شفاني وعافاني، والحمد لله رب العالمين. وانا فعلا انا يعني انا كنت عايزه اعرف تفسيرها ايه. هم طبعا نبي عليه السلام وستنا مريم البتول، فطبعا دي معروف ان دي رساله مبشره اصلا، يعني دي رساله مبشره، وانا فعلا اتبشرت بيها جدا جدا جدا. بس فعلا انا كنت عايزه اعرف يعني هم سبب ربنا سبحانه وتعالى بعتهم يطمنوا قلبي. يعني هو انا كنت قلقانه، وانا على فكره كنت جايه من الحج وكنت كويسه جدا، يعني انا جيت من الحج قعدت حوالي 10 ايام ما شاء الله زي الفل. فجاه حسيت ان انا تعبت، وان دي كانت فعلا عين، يعني كان دي عين وده حصل لي. فانا حسيت ان هي رساله من الله سبحانه وتعالى، ان هو بيطمن قلبي وبيقول لي انا موجود، لان انا ما بتعشمش غير فيه. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي، فانا بقيت اقول له يا رب اشفيني وعافيني، فبعتهم لي يطمنوا قلبي. فانا كنت عايزه اسال فعلا، يعني اسال الشيخ، اسال القسيس، اقول يعني كل واحد يفسر لي الرؤيه دي بمعرفته وبعلمه هو من الدين الاسلامي والدين المسيحي، برغم ان انا متيقنه تماما ان هي دي رساله جميله من الله سبحانه وتعالى. قولي لي، اول ما صحيتي من النوم بعد الرؤيه دي كنت حاسه بايه؟ انا كنت فرحانه جدا، انا ما كنتش عايزه اصحى اصلا من النوم، يعني انا حاسه ان هما هيجوا لي تاني، فمش عايزه اقوم من النوم. فلما قمت من النوم انا كنت فرحانه فرحانه، كنت حاسه ان انا ما فيش حاجه، يعني لاني انا حسيت برساله ربنا ليا سبحانه وتعالى، حسيت ان هو فعلا شافاني. فانا قمت من النوم من فرحتي، بقى كل ما حد يقابلني طب انت عامله ايه دلوقتي، اقول لهم مش انا شفت ستنا مريم وسيدنا عيسى في المنام، انا شفت الرؤيه وشفت كذا وشفت كذا. يعني حسيت ان انت شفت الرؤيه دي، يعني ايه اللي دي حاجه تبقى ما بينك وما بين ربنا من كتر ما تفكريها؟ انا الحقيقه هي مش اول رؤيه ليا، بس انا من فرحتي ان ربنا شفاني وعافاني انا قلت، لان في رؤيه كتير من الناس اللي بتفسر يقول لك ما تقوليش عليها. يعني زي مثلا انا حلمت بنخل كبير قوي، نخل جميل والارض خضراء تحتيه والبلح نازل وانا باكل من البلح دوت، والنخل جميل جدا، وقمت مرتاحه، يعني انا قمت من نوم مرتاحه. شفت قبل كده طير يشق السماء وبينزل للارض، بيبقى عيدان خضراء وارض والميه نقيه جدا جدا جدا. فانا شفت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام مع الصحابه، لكن طبعا برضو وشه كان بيطلع نور، وشفت حاجات كتيره. فكان كله بيقول لي ايه بلاش تقولي. من فرحتي ان ربنا شفاني وعافاني، بقيت كل ما حد يقول لي الف سلامه عليكي انت فيكي، اقول لهم لا مش انا خفيت، ده انا خفيت الحمد لله، ده ستنا مريم جت لسيدنا عيسى الله اكبر عليهم. ولحد دلوقتي ولحد ما اموت عمري ما هنسى شكلهم اللي انا شفت فيه. حتى في تكرارين بقى، انت كنت بتكرريني قبل اللايف، ده جواب العمليه؟ ايوه ده جواب العمليه اهوت، الدكتور كان محددها على اني انا الاشعه الاب اهيت موجوده
دي اشعه ايكو ورسم القلب. ايوه دي الإشعة اللي هي بعد الرؤية دكتور التاني. ربنا يشفيك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الرؤية الأولى ولا دي لا لا الأولى وانت دلوقتي محتاجة انك انت حد يفسر لك الرؤية اللي انت شفتيها. ايوه رغم ان انا حاسة ان هي رسالة من الله سبحانه وتعالى عشان يطمن قلبي بالشفاء، بس انا فعلا يعني عايزه انا اسمع تفسيرها. اسلامي ومسيحي، يعني بما ان ستنا مريم وسيدنا عيسى ده سبحان الله للديانات دي، فانا عايزه اعرف تفسيرهم ايه. يعني الرساله فعلا ربنا بعتها لي فعلا، وانا حاسه ان هو ربنا شفاني وعافاني وبعتهم لي يطمنوا قلبي. الله يخليك حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك.